مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها للحديث عن التشكيل وعن الوزير الجديد، رئيس الوزراء الجديد أو الوزير الأول الجديد الذي أعلن اليوم عن تعيينه. يتعلق الأمر بالوزير السابق محمد والبلال الذي عينه الرئيس محمد الشيخ الغزواني خلفا لإسماعيل البدوي الشخص ديا الذي قدم استقالة حكومته صباح اليوم لرئيس الجمهورية في القصر الرئاسي. نتحدث عن دلالات هذا التعيين وعن ملامح الحكومة المقبلة، هل ستكون حكومة تكنوقراط، هل ستكون خليطا من حكومة تكنوقراط وحكومة سياسية، هل هنالك جديد أيضا سيضفي هذا التشكيل الوزاري الجديد بعد مضي سنة من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني. وعلى ضوء وتداعيات تقرير اللجنة البرلمانية الذي أعلن اليوم عن بدء التحقيق القضائي فيه، معنا للحديث عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي الكوري الصنيبة. سيد الكوري، أهلا وسهلا بك في البداية. ما دلالة تعيين محمد والبلال رئيسا للوزراء في الحكومة الثانية للرئيس محمد الشيخ الغزواني؟ إذا شكرا زميلي العزيز. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بداية نختار نوجه العزاء والمواساة للشعب اللبناني الشقيق إثر هذه المحنة التي قضى إثرها ما يزيد على 100، وهناك آلاف المصابين. نرجو للذين قضوا الرحمة والغفران. آمين. ونرجو للمصابين الشفاء العاجل، ونسجل كموريتانيين تعدينا باطل الهدف الموريتان. نعم. كاملين ما في ذلك شك. مع هذا الشعب الاخوي اخ شبع مع هذه الباطل امام هذه المحنه. بالنسبه لسؤالكم، تهز معي الفرصه لكي اهنئ سعادة الوزير الاول جديد مهندس محمد بلال الذي اختاره رئيس الجمهورية كوزير أول محل المهندس إسماعيل البدوي الشخص ديا الذي قضى سنة على هذه المهمة. توفي الله إلى الصائل أن الدلالة الأولى أو الكبيرة حسب نظري اختيار هذا الإطار، في الحقيقة أنا شخصيا لا أعرفه معرفة ذاتية هكذا، ولكن بما أنه موريتاني إطار معروف بدأ في العمل منذ التسعينات 93-94 بواضي القيائي كمنسق للبرنامج، وكان وزيرا وكان مدانا لشركة الملك ومعروف عنده تجربة معينة. ظاهر لأنه تعيينه اليوم أنه إشارة قوية اللي حسب ثقات حسب ما لدي من الأخبار حوله كشخصية وطنية كإطار وطني، هناك تواتر حول 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 أنه بعد كذا إطار عنده كفاءة متوافق الناس عليها أي من جهة، وحسب ما اللي جبرت من الشهادات حوله ناس ما اللي متواترة لأنه إطار نزي شاب لأنه مواليد 63 وإن كان بطريقة نسبية وله تجربة ونسب له سوابق حقيقة، بما أن هذا الإطار الكاتية السياق الكاتية مهم أن نتكلم عن السوابق. نسب له سوابق معروفة على كل حال، تقصد اتهامات تتعلق بسوء تسييل المال العام. إذن واحد لأن هذا كامل كونه موريتاني نسب له سوابق، أقصد كما قلت سوء تسييل المال العام والشأن العام. ما الله قال اللي عنده انه نحن نذكر انه قضى فقط 5-6 اشهر على الشركة سولك، وانه ذهب عنها في ظروف لا يعرفها بالتحديد، ولكن حسب ما يقال ايضا وشيعانها على خلفيه رفضه لبعض الصفقات او بعض الامور التي ليست لها مثلا علاقه بالتسيير على كل حال والحكامه الرشيده. وبالتالي انا اظن ان هذا التعيين ياتي الحقيقه كبشاره، ياتي في وقت يطلب منا فقط ان نتأنى وان نرى، ولانه بعد مؤشر الرجل بعد كرجل سيرته الذاتيه كما عرفه الكثير، وهذا لانه تعيينه مؤشر اتى في محله. طيب ظهر لك عنه ما هو انه في النهايه ما هو استمرار
لاختيار وزير أول بمواصفات معينة، غالبا من فئة المهندسين، غالبا يعني تكنوقراط أو أقرب إلى تكنوقراط من الصبغة السياسية. يعني ما بالتالي ما أهلك عن محمد بن بلال امتداد تجربة إسماعيل والشيخ سيدي وربما من قبله من مهندسين حق رؤساء الحكومات المتعاقبة أربعة منهم على الأقل كانوا مهندسين كلهم مهندس تخصصهم الهندسة، وذلك يوحي إلى التكنوقراطية أكثر من الجانب السياسي، وإن كان كلهم كانوا سياسيون يمارسون السياسة في إطار طبعا هذا الحزب الحاكم، يسوى كان فار دعس يسوى كان دفاعر يسوى كان إذن هذا الجانب دائما، ولكن قد يطغى جانب التكنوقراطية على ذلك. وأظن أنه ليس امتداد لإسماعيل بدر الشخص دياء، كلهم موريتاني فعلا مهندسين شقلوا هذا المنصب، شقلوا هو ذهب وهذا يبدأ شقله هذا المنصب، ولا أظن أن هناك فقط حسب وجهة نظري أظن أن اختياره هو بالذات قد يكون إشارة أيضا إلى 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 شيء سيأتي بين هناك من أشار أيضا إلى أهميته أنه في النهاية يمثل انتباه إلى الموضوع الاجتماعي، أنه هنالك شريحة معينة من الموريتانيين عندما يعين منهم الوزير الأول فهذه إشارة إلى الاهتمام بهذا الملف، ملف التعايش الاجتماعي، ملف الوحدة الوطنية. على كل حال الأون أنه ليس الأول الذي عين من هذه الشريحة التي تشير إليها، لا أنا أعود شخصيا أن آن الموريتانيين، وإن كان وهذا لا يعني أن ليس هناك مظالم أو تظلمات أو هناك مشاكل اجتماعية أو هناك شرائح عانت من الظلم وعانت من المعاناة وعانت، ولكن أنا أظن أن الآن وحتى إن كان هذا الجانب موجود وهذا أنه ليس هو اللي يطغي الآن على المشهد حالا هنا عندنا موريتاني كان قد يعود من أي شريحة من شرائح الموريتانية، موريتاني فقط، وأنا بعد اللي لا هو اسمح لي هو السياق يأتي في انه في النهايه المؤسسات الكبرى في البلد ينبغي ان يكون هنالك توازن في التعيينات فيها، وبالتالي في هذا السياق ياتي اختيار رئيس وزراء من شريحه معينه، انه هذا في النهايه دلاله ما دلاله كما تعلم على تصاعد الخطاب المتعلق بحمايه الشرائح المهمشه وتحرير المناصب. على كل حال نعم هذا اللي تقول هو ما يبرره، ولكن انا هو جزء من النقاش اليومي انا نعم على كل حال له انا قلت له ما يبرره عند البعض، ولكن انا اظن اننا اذا دخلنا في هذه الدوامه يجب ان نفكر في هؤلاء هذه الشريحه الاخرى التي لم ولها يجب ان نعطيها ايضا البرلمان، لان هناك شريحه كبيره عريضه. أنه هذا مسار خاطئ، انا اظن انه وان كان لا يخلو من هذا، انا لا اقول انه يخلو من هذا الجانب، ولكن لا اظن انه هو الشيء المهم بالنسبه لي الان، هو العامل الاساسي قد لا يخلو من هذا، لأنه موريتانيا عرفت من التجاذبات الداخلية وعرفت من 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 من, من سوء الصيت الخارجي ما يجعل أن الرئيس أو أن الذين لديهم قضية الشأن العام يراعون هذا، وهذا مهم بالنسبة للعدالة الاجتماعية، وطبيعي أن دولة فيها شرائح متعددة، طبيعي عندي بالنسبة لي وأنا من دعاة ذلك أن نراعي دائما هذا الجانب. ولكن بالنسبة للوزير الأول الحالي اختياره وإن كان لا يخلو من هذا فعلا، ولكن أنا أظن أن حاليا أن أنا ما أراه شخصيا هو كفاءته، هو نزاهته التي يعتبرها البعض شيء مهم، لا سيما أن موريتانيا آن الأوان أن تكون هناك قطيعة تامة وتكون نزاهة معيار مهم لاختيار المسؤولين. طيب الآن نحن أمام استقالة للوزير الأول وللحكومة السابقة وتعيين لوزير أول فقط، وهذا الوزير الأول من المتوقع خلال يوم أو يومين أو أيام أن يشكل حكومته الجديدة. كيف تتلمس أو ترى ملامح هذه الحكومة؟ هل نحن أمام حكومة جديدة بالمرة أم أمام ترقيع للحكومة التي كانت هنا؟ أنا أظن أن 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 أظن أن هناك سيناريوهين. أيوة. أولاً أريد أن أقول أن 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 هذا أتى في وقته تزامناً. أيوة. مع 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 تقرير مع تقرير اللجنة البرلمانية. لأن هناك شخصيات، هناك وزراء، هناك مسؤولين كبار مشمولين. وردت أسماءهم في هذا التقرير، وطبيعي كان قاع من الأجدر عليهم أن يستقالوا ابتداءً، لأنهم يكونوا هنا يسلموا أنفسهم للعدالة حتى تبرئهم أو تدينهم. هذا كان هو الموقف السليم حسب وجهة نظري الذي كان على المسؤولين المشمولين في هذا الملف أن يفعلوا. لم يفعلوا ذلك
طبعا هناك يزيد فيه سفير الوزير السابق الذي فعل ذلك، استقال وهذا طبيعي، وهذا هو هذا هو التقليد في جميع دول العالم. جميع دول العالم عندما يرد اسمك في قضية معينة تعني القضاء أو اتهامات من هذا النوع خطيرة من هذا النوع تستقيل لكي تكون هناك أمام القضاء ليبيضك كما يقول الفرنسيون أو يسودك. هذه عبارة ليست طبعا عبارة أنا أخذتها من بلانشير ولا الآن بما أن ذلك لم يحدث الآن أنا متأكد أنهم سيخرجون، هؤلاء سيخرجون التشكيلة طبعا لأنهم مشمولين وطبيعي، وأنا لا أتصور وأستبعد أن يبقى أحدهم من ضمن هذه التشكيلة الجديدة. إذا قلت هناك سيناريوهين، السيناريو الأول أن تكون أن يكون الرئيس رئيس الجمهورية محمد الشيخ قزواني قد اختار كما قلت حكومة تكنوقراطية، حكومة كفاءات، حكومة ولكن سياسية تبقى في إطار الأغلبية، تبقى في إطار الحزب الذي يدعمه، وهنا طبعا سيأتي بأوجه جدد وسيحتفظ أظن بآخرين، لأن هناك وزراء من هذه التشكيلة الخارجية أبلوا بلاء حسنا، وحتى إذا كان واحد أو اثنين أقاموا بعمل نبات وليسوا مشمولين في هذه القضية التي طبعا لا يمكن لصاحبها أن يبقى في حكومة أي حكومة ما. هذا السيناريو موجود، ولكن إذا كان كما يقال لأنني سمعت البعض ومحمد المولود رئيس محمد المولود كان آخر من يخرج من عند الرئيس القزواني، سمعت أنه ولا أعرف هل هذا حق أم كذب أنه وعده أو أفهمه أنه سيقوم بإدخال عناصر وهذا يكون تجسيد لهذه الفرجة لهذه إعادة الاعتبار أو الانفتاح كما سموه البعض السياسي على المعارضة، وأنه سيدخل بعض المعارضين في حكومته. طيب. إذا كان هذا هو الحق فهناك حكومة ستتشكل هذه المرة مع شخصيات من المعارضة وستكون حكومة توافق وطني. من هي الأحزاب لو افترضنا جدلا أنه نحن أمام حكومة ستطعم بشخصيات معارضة أو بمشاركتها أحزاب معارضة، من هي هذه الأحزاب أو هذه القوى التي تتصور أنها يمكن أن تدخل في هذا التشكيل الوزاري؟ حسب وجهة نظري ستكون لا أعرف ما هي المعايير أو ما هي الأشياء التي ستبنى عليها هذه الاختيارات، لكن أظن أن كما هو العادة وكما في جميع البلدان ستكون على أساس أو بارتباط بالتمثيل البرلماني، لأن الأحزاب الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقيس أهميتها أو شعبيتها أو حظوظها في دخول هذا النوع من التشكيلات الحكومية هو أن نعرف هل هي لا يمكن أن نأخذ حزب ليس له ممثل برلماني وقد يكون قاع حزب الذين هددوا والله قاع حلة ونأتي به هكذا، وإن كانت كفاءات كثيرة وهذا أنا أقول خارج الأحزاب مش مطوية تحت الأحزاب، ولكن إذا كانت إشراك الأحزاب معارضة سيكون على أساس تمثيل برلماني حسب اشتغالي، إذن يكون تجمع القوى الديمقراطية، يكون اتحاد القوى التقدمية، يكون تواصل، يكون أظن أن هؤلاء الأحزاب أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بشكل عام مهيئة فيما لو تم هذا التوجه أو أقر هذا التوجه أن تكون وقد وسع الدائرة إلى كفاءات أخرى. أنا أظن أن المهم الآن بالنسبة لموريتانيا، طيب تعال لك عن نحن الآن الأنسب شنو؟ الأنسب بالنسبة لي بالنسبة لحيث تشكيل حكومة الديمقراطية ولا السياسية؟ قد يكون هناك قد نخلط بين ذلك وذلك، على كل حال هناك مناصب مهمة تقتضي منا أن يكون الخيار سليم مبني على 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 اعتبارات موضوعية. أيوه. على هناك شخصيات وطنية عندها كفاءات عالية والمرحلة والبروفيل معناها المنصب يتطلب ذلك، لا يكفي فقط أنك أنت تقصد الملفات الفنية هكذا السيادية. أقصد تكنوقراطيين متميزين عندهم كفاءة عالية، عندهم تجربة عالية، وعندهم نزاهة عالية. نجرب نرى مسار الشخص، نرى حياته، نرى سيرته، نرى شأنه، علاقته بالشأن العام، علاقته بالمال العام، لأن هذه مشكلة كارثية دخلت فيها موريتانيا حتى أنها بلغت في زمن مضى أنك عاد رياضة وطنية المفسد والمفسدون وأكل المال العام رواية طبيعية. طيب. ما يلا قال الناس
طاح عليه أوسي بعد ما قلت له. استسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذه النقاط معك مشاهدينا الكرام، ابقى معنا. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد، والذي نناقش فيه الحكومة الموريتانية الجديدة المتوقع أن يشكلها رئيس الوزراء أو الوزير الأول الجديد الذي عين اليوم محمد والبلال. معنا الكاتب الصحفي الكوري والصيني. أستاذ كوري، كنت أسألك قبل الفاصل عن تصورك للحكومة الجديدة، وقلت إنك ترى أو تقترح أن تكون هنالك مجالات أو وزارات فنية يختار لها أصحاب الكفاءات والفنيون، ثم نشكل بقية الحكومة من أسماء أخرى ذات وزن سياسي ما، أو نراعي فيها الإجماع السياسي أو الكتل السياسي. نعم، أنا وجهة نظري أن هناك ما يسمى بالقطاعات الاجتماعية كالخدمية وكالتعليم، وطبعا الخدمية هاي قطاعات يجب أن نختار لها شخصيات حقا كي يقولوا بالحسنية ممرسة به اللي نحن الآن العالم من عطف، وهاي كوفيد أنا هاي الكارثة قطعت وجابت تحديات جديدة وجعلت أننا خالقين قطاعين أساسا لا بد لهم. واحد أهميته فهذا قالوا إرساء العدالة الاجتماعية والتهذيب والتثقيف، هذا قالوا قطاع التعليم، قالوا قطاع التهذيب بصفة عامة، واحد هذا قالوا الصحة المنظمة الصحية، هذا كانت هي قطاعات الاثنين. وطبعا كنت ندير معها قطاع التجهيز، كنت ندير معها قطاع هي قطاع الخدمي، هاي كانت قطاعات يلا في الحقيقة ينسون دول وناس اللي هم اللي قدموا فيهم شيء لموريتانيا. به اللي اختار اسمح لي الكلام، تفضل. ان هاي السنه اللي فات اللي يمكن وافي منهم كنا خارجين منها اعتبرتها الموريتانيون كسنه طمأنه، كسنه تصالح مع الذات، واعطاء فرصه من جهه لهي الحكومه اللي وهي النظام الجديد والرئيس وذا كامل، وهل لان هاي السنه كانت كافيه يالله الموريتانيين وكانت فيها هاي كانت فيها القطاعات الصحه والتعليم والتجهيز والتضامن طبعا لما هي وزاره يا غيره، والله التعازر لما هي وزاره يا غيره، وكاله مهمه لا سيما للفئات الهشه للفئات المحرومه واللي عندها مشاكل عندها تظلمات. يا الله الموريتانيين واقف انا بصايد اني يبدأوا يحسوا في شيء فعلي وفي شيء حقيقي وفي شيء مثلا ذوق ملموس ممتاز مزور. طيب. ما هو ما تنقدوا الموريتانيين ما عندهم نفس يدوا لهم سنه اخرى مولي من الوعود وسنه اخرى مولي من انك الحنوك وسنه اخرى مولي من خطابات وسنه اخرى من النوايا الحسنه. في النوايا الحسنه هذا ما ساسالك عنه، اذا طال لك عن الحكومه الحاليه ان امامها فقط انها تنجز، امامها بدء يلا تبدا في الانجاز. هاي الحكومه الجايه وهاي الرجال اللي عند الحكومه يلا واحد منهم لين شيء يبدا يعمل ويلا مودي يبدا الموتاني يحصلوا يبدا الموتاني يحسوا لان هاي القطاع كيف قطاع الصحه لانه بدا فيه يخلق فيه الحقه شيء لكم ملموس، وانه بدا يقتنع جميع التجهيزات اللي بقيتوا في يدين اللي ما نعرفه لا قدر الله. هاي كانت هي الكارثه هذيك هي تحدث جات مرحله ثانيه في هذه الدول. احنا ان شاء الله ما يجينا قاع شي منهم ان شاء الله لا نبرا ولا يقراوا المشكل. قال هذا التمني والتمنيات والبركه وياك ذاك ما هو اللي الدول ولا يتكئ لي. دونك يا الله الحقيقه ها الوزاره اللي يجوا هاي الحكومه اللي تجي وعلى راسها المهندس محمد بلال يعرفونهم ما تات معطيهم الوقت، والموريتانيين مات لا يديروا سنه اخرى اللي اريتي المنضى خمس سنتين وفاق الساعه اللي هنا سنتين ثلاثه عاد الناس تفكر مولي تحضير للانتخابات الاخرى، وبالتالي سنتين هاي السنه انا ظاهر انها تعود سنه عمل سنه انجازات ملموسه انجازات موريتانيا يحسوا بها، وبالتالي الوزراء اللي انقبوا يلا عودوا وزراء. طيب كما قلنا هذه الحكومه جاءت على اعتاب مرحله او بنهايه مرحله، وهي نهايه تقرير لجنه التحقيق البرلمانيه، وهو التقرير الذي خلص واوصى بإجراء تحقيقات واسعة في مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد
في صفقات عمومية، في منشآت، في ملفات عديدة كانت أبرز الملفات الاقتصادية في العشرية الماضية، والملف بدأ اليوم يعني النيابة العامة بدأت اليوم تحقق فيه تحقيقا ابتدائيا. ما دلالة ذلك يعني؟ ماذا لا تستقيل الحكومة الآن على أعتاب هذا بدء التحقيق في هذا التحقيق بدء القضاء في التحقيق في هذا التقرير؟ كنت لقبي ظاهر لي لأن ذاك قد يؤد عنده علاقة بذلك الجماعة بالوزراء أو المتهمة هكذا المجموعة اللي متهمة والله مشمولة في هذا الملف، والله اسمها وردت في هذا الملف، طبيعي لأنهم طبعا يخرجوا من هذه التشكيلة منين يعود عندهم مثلا قدرة لأنهم في المقاطعة والتقاضي لأنهم مثلا يجلسوا القضاء عنين مثلا ظاهر لأنه قد يؤد هو أساسا قال هنا ذكر هذه اللجنة أن نختار الموريتانيين كاملين بعد اتفقوا الأرواح اتفقوا لأن ويؤدوا فاهمين القضية لأن القضاء لأنه سيف مسلط على رؤوس جميع الموريتانيين احنا كاملين يلا هذا القضاء نعرفوا أنه يقدر يطيلنا يوما أو آخر وبالتالي حد يشمل في على جسمه مشمول في هكذا وأنا ظاهر لي لأنه ما في حد ولا في جهة ولا في شريحة ولا في ولاية ما فهم حد ما اسم فيه يلا الموريتانيين بالمرة كيف قلت يعرفوا أن لابد التاريخ الموريتاني الحقيقي يكتب ولابد أن نتقدموا ولابد أن نأذوا نفتح العين شوي إلى هاي لاسوريجيون هاي المنطقة اللي نحن فيها وهذا عادي هذه لجنة برلمانية اللي مطلوب منها لا شفافية والمطلوب منها أنها ما تخلي تصفية حسابات ولا يخلق مثلا حد أذوه وحد موهش يخلق منها لا العدالة اللي يشمل واللي مثلا انضباط واللي وأكد لأنه مثلا القضية تعنيه يلا في حقه يقول عنده من المسؤولية لأنه يقبل المسؤولية ويقول مثلا يتحمل المسؤولية واللي مولي ما وفده ما يلا يندار فيه وفي الحق أنا واحد لأنها مرحلة مهمة من تاريخ موريتان احتمالات هني أن أنت مثلا متابع قضية مثلا مسار شفاف ومسار مهم ومسار كتب به التاريخ دوت قطعنا مرحلة ودوت أدم واللي عاقب هذا نوع من الردع حتى هاي الحكومة اللي جاكت فيها دور ما فيها حتى اللي هي رادع للفساد الفساد والرادع والعلاقة جديدة وكتابة علاقة جديدة مع الانقاذ المال العام ونين العلاقة هذا تفشل مثلا والله تعثر والله توقف مسارها والله كذا ذاك من اللي يعود حقها ما هو زين في موريتانيا واللي يرجع بها اشواط الوراء واهل الصح ياكم في فكرة ان احنا كصحفيين والمجتمع المدني والموريتانيين كاملين من وراء ذاك يلا يعودوا كاملين جنود مجندة وراء هاي اللجنة واحدة منهم بعد قاع ما يلا يتموا يتكلموا وياس من الكلام اللي ما يعرفوا له شيء وياس من الشائعات اللي ما عندهم مثلا رواية خلوا العمل لا سيما لأنه جاء مرحلة القضاء شيل حق القضاء ما يلا حد يتكلم فيه مات لخالق مو ذاك اللي يقول القضاء ما يشوشوا ولا يعرفكوا العمل اللي قاعدين به القضاء واللي قاعدين به الناس المكفلهم ولا سيما انها ما في حركات هم وحدين قضيه القبائل قضيه الشرع قضيه الجهات عوامل معينه ما هذا ما وصل هذا راح للمصل يعطي الدوله مولي ناس الدولة مولي ما تعود مثلا متساهلة مع ذاك النوع من الناس ناس الدولة تعود هذا النوع ما جواب بي ملفات قضية لجنة حالة عملها حالة تقاريرها حالة سي كونكليزيون أنا ختام عملها لملفاتها حالة جهة قضائية والله جهات قضائية يلا حد يخلي بينهم على جهات قضائية يلا يكف عن الكلام شي ما يعرف له شي ولا سيما مودي كيف عن الروايات اللي يوحدوا فيها بعض هم مشوش وهم يربك مشهد قضائي المشهد العام وبالتالي طيب طلع لك عن اولويات الحكومه المقبله شنو؟ كي قلت لك اولويات الحكومه المقبله لانها كلها قطاعه ايوه يلا 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 بالاضافه الى تذكرت محاربه الفساد انه في النهايه مرحله دخلت ياك مرحله مهمه حتى المرحله الثانيه هو لانهم يلا 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 التعليم ايوه مثلا فهمت اياها خطه هم قارئ الطريق يلا بالعجله ياك القطاع اللي معني به ياك كفالة المشاورات الكبيرة اللي مزمعة لكن مشاورات تبدأ ويا الله كل قطاع أول شيء عنده بعد قاع إنه يدير هيكلته ويدير هياكله أن بلاس ويبدأ يشتغل أنا المهم عنده يبدأ يشتغل بالعجلة ياكل الموريتانيين عقب سنة من 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 منهم من 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 التحري وسنة من الطامعين وسنة يا الله يبدأوا يحصدوا مثلا جهود صبرهم ذاك ويلا شوفهم اللي هاي تعهداتي ويلا شوفوا ان الموريتاني قبل شراج جديد وبدات بالعمل يلا صحه تقتني مثلا تجهيزات وتبني المستوصفات وتبني الطباب وتكون الناس وتعدل مثلا اكتتابات يلا التعليم يبدا خاط طريقه يسوى ذاك اللي منه اساسي يسوى ذاك اللي مثلا يسوى ذاك اللي منه حرفي ويلا التعليم العالي وراني هناك بالمناسبه
أشيد بعمل الوزير التعليم العالي اللي الحق من قبيل في الوزارة نقول لك نعد عمل لباس به يلا مولي لا يواصل ويلا هاي اللي خدمي واللي تبدا الطرق غير الطرق الحقيقيه الطرق اللي المعايير الحقيقيه والمعايير السليمه ويلا يلا مثلا يلا اذمتي ورشه وطنيه وتنسيق بين الوزارات يعني الموريتاني بالمره تبدا مثلا زحف الاسئله مع 60 سنه احنا 60 سنه من ويالت الفساد واللي يؤذي الناس كامله مثلا ضده ولا تؤذي المفسدين هم طيب تدافع عنهم انها قبيله والله يظهر لك عن اخذا بالاعتبار السنه المضمومه اللي معطاك ظهر لك عن رئيس رئيس الجمهوريه رؤيته هو في تغيير موريتان عنها عنها قابل مسار يعني متدرج حتى ومتكايس كيف يقولوا واحدين والله فعلا قابله مدى قابله طريق بشكل مدروس مثلا شو انا ظاهر لي رغم قاع الناس اللي مع الدوله والناس اللي معها والعالم الان جاته هاي الجائحه وخارقه مده 5 أشهر ولا 6 استغرقت ياسر مثلا من, من من الامور توقفت لا اللي توقف واللي عادت موليني برمجه برمجتي من التمويلات واللي توقف قاع نهائيا والجائحة بعض طقت لوزنها وبهولها وبرعبها المشهد كامل يسوى الاقتصادي يسوى السياسي يسوى كل شيء وبالتالي انا راه من هاي السنه لا مولي قاع ماي سنه قبال بهذي 15 14 بعد قاع طلعوا الموريتاني خايفين والحق غير بعد رقم هذا كامل انا راه لانه اللافه بتاع الثرات خليك شيء قد يعود كثر هو إعادة طمأنينة أكثر هو إعادة ثقة بين الحكومة وبين الرئيس والشعب وبين الرئيس المسؤولين وبين الرئيس والمعارضة وبين كذا والشعب استعاد أنفاسه قال هو إنه بعد فترة 11 عام الناس كلها عنده ليها لكن اللي عنده ليها يا غير موليني ظاهر لي لأنه أكثرهم صرامة إيريانا مثلا واحد من أهل لاك نعرف إن هماتي يا طريق اللي بين لاك وتليميت هاي جاه الوزير الاول السابق اسماعيل بدر شخصيا معاه وزير الداخليه هاي اللي أيوة. كان معاهم معاه وزير التجهيز وعطاء يلا كانت تبدا اعمال فيها 7 أشهر 7 أشهر وحتى الان ما تبدا فيها شيء سوى شنو هو راهم وكان اصلا يلا تستلم الطريق وتوفى فيفري هذا منين جاو هاو كانت هذا السحاب المارضيه في الاقل متينه خسرت الطريق وخسر ذا كامل وعود موليني هاي نوع الوعود يلا الحق تخرج معها قطيعه يلا الشعب لانه تعذب شيء يلا مثلا يعدلوا ويلا ملي تخلق ان تواليتاج شفتها الوزارات انا خليني نقول لك تفضل انها فيها نوع من الفساد المستشري ايوه وهنا تنتهز الفرصه ما تفهم حكومه مركزيه وجاي حكومه اخرى هذا بعد اللي في دورك اللي ما هو خالد قايل لك كان الحكومات حالا في عهد ولد القزواني ما زالت حكما اللي فيها من نشوف الناس دي ما تعمل يا سري ناس تخلص ما تخلص ما تسخن ايوه الناس اللي مظاهر الفساد مظاهر الفساد نفس الطرق نفس طرق التنوار بين الفاضل طريقه طيب. ما هي انا بمئات من شيء الله يخرف ويلا ينتعل اللي جهد ويلا الحق يشاف ويلا هاي الحكومه الجايه تبدا العمل بطريقه مثلا واضحه وطريقه شفافه وطريقه مطمئنه للشعب الموريتاني اذا كان نقدر نلاحظوا ان الدوله متقدمه ان فماتي الدوله ماشيه ما هي راكده ولا هي نفس الاشخاص ولا هو نفس الطرقاء اللي قلت قبيل ولا هو نفس انا نعرف كاتيها انت ما تعرف كاتيها هاي الحكومه الموريتانيه اللي مستقيله هذا اليوم هي واحده من معاويه من زمن معاويه والله بعد فيها بعد قطعا طيب. حد بعد خلاص من ليش بعد حد والله هنين من زمن معاويه يا اخي الناس طيب شكرا جزيلا لك ملاني من الاطر وملاني من الكفاءات وملاني من الناس اللي قلت زيت الموريتان فقط حد يخرص لها ويديها يحك ويمدي عاقب الى عدد خاسر ويجازي الى عدد شيء شكرا جزيلا للكاتبه الصحفيه الكوري الصنيبه على المشاركه معنا في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام نقول اليكم تحيات فريق البرنامج والى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.